الضابط في البعد والقرب من المسجد لوجوب حضور صلاة الجمعة. انت بتسأل عن صلاة الجمعة ولا على صلاة الجماعة؟ لو قلت صلاة الجماعة الضابط فيه يا ولدي أن تسمع الأذان من غير ميكروفون. لو تخيلت دنيا ما فيش فيها مباني قفل الصوت، منطقة مكشوفة مفتوحة، والمؤذن على مكان مرتفع ويؤذن بأعلى صوته، كم مدى، ما هو المدى الذي يبلغ صوته؟ هذه الدائرة يجب على أصحابها أن يلبوا النداء، من سمع فليجب. ميل، 2 ميل، 3 ميل، دائرة المحيطة بالمسجد. أبعد من هذا يبقى الحضور مندوب إليه، مستحب وليس بواجب. أما الجمعة لأن أمرها أكبر ولأن فرضيتها آكد، ولأن من ترك 3 جمعات تهاونا طبع الله على قلبه، فالمسألة مرتبطة بالإطاقة. ولا شك أن مرة كل أسبوع غير 5 مرات في اليوم، فحجم الإطاقة في أن تبذل جهدا وأن تركب سيارة أو أن تركب دابة، أي أن كانت نوع الدابة، معيارها الإطاقة، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. لكن بأشدد وبأؤكد على أهمية الذهاب إلى الجمعة، لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين. من ترك 3 جمعات تهاونا طبع الله على قلبه.